نروح إلى برواز. برواز نتعودنا دائما أن نعرض لكم صورة أو فيديو نتحدث عنها. اليوم معنا فيديو لزيارة الدكتور أحمد العرفج لمعرض الرياض للسيارات. هو معرض أستطيع أن أسميه عالمي بكل ارتياح. كان في واحدة من حلقات يا هلا ضيفنا عادل رجب وهو مدير المعرض، حكى عن كثير من التفاصيل قبل بداية المعرض. اللي شفناه أثناء هذا المعرض كان فعلا بمستوى ما حكى عنه أكثر، وأعتقد أنه واحدة من دلائل الإقبال الكبير على هذا المعرض تمديد فترة المعرض وبقاؤه إلى فترة أطول مما كان سينتهي عليه في 28 فبراير الماضي. خلونا نشوف أبرز اللقطات اللي رصدها لنا الدكتور أحمد العرفج، وركزوا على السيارة الحمراء اللي عاش معها علاقة غرامية بشكل خلني أقول طريف. يا هلا والله، أنا معرض الرياض للسيارات جزء من الترفيه الجميل. الحقيقة التنظيم ممتاز جدا وكل شيء بسيط، لا كلمنا أحد ولا طلبنا شفاعة أحد، اشترينا تذاكر وجينا بالوقت ولقينا المحل الساعة 4 بالضبط، لقينا السيارات الحلوة اللي تغذية بصرية عالية. شوفوا هذه السيارة من كثرة الانبساط والانبثاق طلعت المكينة فرحانة من الفرح. شوف هذه السيارة كمان الحمراء، إيش أحلى من كذا؟ ها أنا الأحمر إذا غيري تلون. حقيقة أني كنت مقرر أقعد ساعة في المعرض، قدرة قادر قعدنا 4 ساعات من المتعة اللي احنا فيها ومن السيارات ومن التغذية البصرية. بالله شوف الحمراء هذه، شفت كيف؟ يا سلام، السيارات الحمراء لها ذكريات عندنا. لأنه احنا أول ما طلعنا على السيارات كان السيارة الحمراء هي رقم واحد وأشهر سيارة. هذه من أغرب السيارات، ماشية 32 كيلو، قيمتها 500 ألف. شوفوا كيف روزري، الله، مقفلة. شوف من نظافتها يا رجل، 32 كيلو ماشية رزرايز. يا سلام، شوف اللي ورا، شوف الطاولات اللي ورا، شوف تحط الشاي القهوة الفصفص، سقفها جلد. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا في القسم التراثي في كار شو. احنا زي ما تشوفون الشبة الجميلة في بيت الشعر، استهدف الزوار، قهوة وشاهي. حياكم الله جميعا في معرض السيارات. هذه السيارة يا جماعة من أقدم السيارات اللي تستخدم بالاحتفالات، وأعتقد أنها سيارة أيضا كانت تبع الحكومة من خلال السيفين والنخلة، لكن نظافتها في غاية الروعة. تعال شوف من داخل كيف، الله، شوف النظافة كيف. أصغر سيارتين اللي كيوت، هذه واحدة شوفوا كيف حلاوتها، تعال أوريك الثانية، شوف هذه الثانية، هي كانت جزء واحد يقول لك فولة وانقسمت نصين. شوف السيارة العروسة هذه، يا سلام، بس شوف وجهتها تقول مثل وجهي من صغير، ترى كذا كنت حلو والله. شوف كيف، بعدين بي ام، ها ما تدري هي عربية ولا سيارة، الله ما أجملها، ما في باب تنقز من فوق، ما لها بيبان. كل الزوار الحقيقة تستوقفهم السيارة هذه، فعلا كيوت وجميلة، يعني أنا ما شفت أحد إلا وقف وشاب. حتى محطوطة شوف لوحدها، السيارات الثانية جنب بعض، هي الوحدة متفردة لأنها فعلا تستاهل وأنيقة. وأعتقد أكثر من شخص من الناس المعروفين توقف عند السيارة هذه. شوفوا هذه السيارة الكل يجي يصور معاها، ليش؟ لأنه الوحيدة في العالم أولا، قيمتها أكثر من 10 مليون، يعني ميزانية العرفج 20 سنة تكفيهم هذه. وبعدين شوفوا كيف تبغى تطير ما شاء الله من علاها، ومن أهميتها مخصصين لها شخص يقف عندها عشان ما حد يقرب منها. عشان كذا قررت الليلة أجيب فراشي وأقول نمت جنب 10 مليون دولار. أول مرة بحضن سيارة، عارفين ليه؟ ب25 مليون. 25 مليون يعني كم بيت تجيب لي؟ لو البيت بمليون 25 بيت. عشان كذا أقول لعلها تعديني السيارة بالحظ. جاور السعيد تسعد، ها شايف كيف برا؟ جاور السعيد تسعد والله. إذا الجوار بهذه الطريقة بيجيب الخمسة وعشرين مليون يعني جاور. لا والله جاور السعيد تسعد. شوف يا أبو يحيى، أول شيء خلينا يعني نشكر معالي المستشار على هذه الواجهة الجميلة. الحقيقة أنا وأنا في المعرض قابلت مجموعة كبيرة من السيدات ومن السادة من دول الخليج، وعرفوا بعضهم اني احمد وعرفوا بعضهم ما عرفوا، فانا احاول اخذ انطباعات الناس عشان لا اتهور واقول كلام انطباع شخصي.
فكلهم قالوا يا أحمد أنه هذه المعارض ما شفنا زيها في الشرق الأوسط، لا تنظيما ولا ترتيبا ولا نوعية السيارات ولا شيء. فحنا لازم نقول شكرا يا هيئة الترفيه وشكرا يا معالي المستشار أنك سويت شيء فعلا نفتخر فيه على مستوى الوطن العربي وبالذات دول الخليج. على فكرة دكتور، يعني على ذمة مدير المعرض اللي كان ضيفنا هنا، مو بس الشرق الأوسط، في سيارات تعرض لأول مرة على مستوى العالم. صحيح صحيح، أنا جايك في الكلام. عندك يا طويل العمر اللي حصيناها تقريبا 600 سيارة من كل الأشكال. أنا ذيك اليوم ما لبست نظارة لأنه غذت بصري السيارات الموجودة، سيارات بكل الألوان. يعني أول مرة أشوف سيارة فوشي، أول مرة أشوف سيارة كأنها كذا لا هي حمراء ولا هي عنابية بينهم. هذا واحد. اثنين، عندك يا طويل العمر 50 علامة تجارية و15 مصنع سيارات. طبعا الأسعار أنا طلعت مصدع من الغلا، إشي 80 مليون اللي كتب عنها معالي المستشار في تغريدة شفتها حتى خفت أسلم عليها، خفت أقول تعال أعطيني فلوس من ضخام من جمالياتها. أيضا خلينا كمان نثني على الشباب الموجودين. الشباب الموجودين نوعين، موجودين المنظمين المعرض البنات والأولاد في غاية الروعة. أول ما دخلنا قابلت لي بنت قالت لي اسمي أنا حالة العجمي ورافقتنا طيلة الرحلة. النوعية الثانية الشباب اللي يحمون السيارات بحمايتها، يعني تعرف سيارات غالية ما يجي واحد يعني يلمسها ممكن تغير، فكانوا يعاملون بلطف انه نو دونت تاتش، انك ما تلمسها وانك كذا، يعطونك احسن التسهيلات بحيث انه تسمح لي افتح الباب طيب دقيقة ها اسأله ما ادري ايه، لكن تعاملهم بلطف. دائما احنا متعودين من المعارض انه الصوت نبرة الصوت عالي، لا هم اول ما دخلنا اهلا كيف نقدر نخدمك، والله حسيت اني مدلع بزيادة. طيب شوف يا دكتور، انا ما ودي اشتت الموضوع بس يعني شيء بالشيء يذكر، هذه الملحوظة موجودة في اغلب فعاليات موسم الرياض، الشباب والشابات المنظمين والمنظمات في غاية اللطف في التعامل. انا واجهتها في اكثر من موقع وفي اكثر من مكان، استفسارك اسئلتك الدخول الخروج استقبالهم للأشخاص غير السعوديين اللي يجون من دول الخليج ومن غيرها، طريقة الترحاب، حقيقة أنه هذه تكاد تكون من المؤشرات البارزة والعلامات. أنا ما زرت معرض السيارات لكن شفت أماكن ثانية فيها هذه الدلالة. الجمعة إن شاء الله أنا وإنت إيه بإذن الجمعة الله. أيوة، وأنا مبسوط، أنا رحت المربع ورحت لهذه وكله مشهد له. وهذا يوم أقول لك كتاب الكرم ألف طريقة، هذا أهم طرق الكرم، أنك تستقبل الناس وتحسسهم أنهم كأنهم بيتهم من الاستقبال. أنت موظف يعني تأخذ راتب، خذوا أنت مبتسم. فأنا أقول لك أنه المعرض الحقيقة أنا والله كنت مخطط أقعد ساعتين يا أبويا، لكن قعدت بقدرة قادر ربع ساعة. بعدين مو بس كذا، بعد المغرب بعد ما صلينا وانبسطنا جو فرقة سامري أيه. وناس تبيع شاهي وقهوة، إيش أقول لك، المنافع، الدورات المياه في غاية الترتيب، المقاهي في غاية الترتيب، بدأوا سباقات بدأوا، وأي واحد تسأله كلمة يعطيك 10 كلمات يعني بترحاب، يجاوب لك بترحاب ما هو بتملل. أنا أتمنى أنه هذه التجربة شيء تعمم. وبعدين زي ما قلت أنت من نجاح المعرض، أنا جيت آخر يوم وعلى السنة آخر يوم إيه؟ قالوا لا مدده، وأنا متأكد أنه مدده لأنه الحقيقة ضغط كبير عليه وتذاكر كثيرة. وهذه عليه. النسخة الثانية على فكرة، لأن النسخة الأولى كانت في 2019 في موسم الرياض الأول، هذه النسخة الثانية، والنسخة الثانية تخللها أيضا معرض فيراري، وإن شاء الله نشهد نسخ أوسع وأجمل إن شاء الله يعني. إن شاء الله. إيش رأيك نروح فاصل لأن فيصل شوي ويخش الاستديو؟ جيبوا لي شاهي. طيب نحضر شاهي العرفج ونحضر لكم فقرة العقلية الغنية والفقيرة وحكاية أبو سفيان والمثل يقول، ونشوفكم بعد الفاصل.